بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم جميعا. هنكمل مع بعض في المحاضرة ديت اختبارات الفروض. هنروح للنوع الثاني من اختبارات الفروض، اللي هي اختبارات الفروض حوالين النسبة. موضوع اختبارات الفروض حوالين النسبة بطمنكم أبسط شوية من اختبارات الفروض حول المتوسط، لسبب بسيط إن في النسبة مفيش حاجة اسمها عينات كبيرة وعينات صغيرة، بخلاف المتوسط كان فيه في المتوسط عينات كبيرة وعينات صغيرة ودي ايه ودي ته، انما هنا في اختبارات الفروض ما عندناش التقسيمة ديت، احنا بنعمل اختبار ايه سواء كانت العينات كبيرة او عينات صغيرة. تعالوا نشوف مع بعض اختبارات الفروض حوالين نسبة معينة، زي مثلا نسبة الاخطاء في الفواتير، نسبة حقوق الملكية للاصول. نشوف مع بعض اختبارات بتدور حوالين ادعاءات خاصة بالنسبة في المجتمع. تحياتي، ويكون ان شاء الله موضوع سلس وموفقين بإذن الله. ده الجزء الثاني في درس اختبارات الفروض. ومعنى اختبارات الفروض حوالين النسبة معناها انك هتختبر صحة او عدم صحة ادعاء معين حوالين ما إذا كانت نسبة صفة معينة في المجتمع ورمزها لام تزيد ولا تقل ولا تختلف عن قيمة معينة. على سبيل المثال، بنحتاج نعمل اختبار ما إذا كانت نسبة القروض إلى حقوق الملكية في قطاع صناعي معين بتقل عن 50% فرضا، اختبار ما إذا كانت نسبة الديون المشكوك في تحصيلها إلى إجمالي الديون لدى الشركات التابعة لقطاع معين بتزيد عن 30%، اختبار ما إذا كانت نسبة الأخطاء في الدورة المستندية لا تتجاوز 10% من إجمالي عدد المستندات. دي بيسموها اختبارات حول النسبة، نسبة صفة معينة في المجتمع. الميزة في اختبارات الفروض حوالين النسبة إن بنستخدم اختبار واحد فقط، واختبار إيه؟ لأن ده بيصلح مع العينات الكبيرة ومع العينات الصغيرة. يبقى اختبار إيه بيتم تطبيقه على جميع أحجام العينات، بمعنى اخر مش هيبقى عندك غير قانون واحد اللي هو بتاع ايه وايه. طبعا انت شفتها قبل كده وانت بتختبر المتوسط، وكمان تعرف القيم الجدولية بتاعتها. فاكر 1.96% اللي هي بتاعت اختبار الجانبين، و1.65% بتاعت الجانب الواحد، هي نفس القيم دي اللي هتشتغل معانا واحنا بنعمل اختبار ايه حوالين النسبة. تعال نشوف مع بعض كده المسألة الاولى. يدعي احد مكاتب المراجعة ان 80% من الشركات اللي بتعمل في مجال تجاري معين لا تلتزم بمعيار الافصاح المحاسبي. ده ادعاء، الادعاء دوت بيبقى حوالين النسبة بتاعت المجتمع. طب ليه الناس بتدعي حوالين نسبة المجتمع؟ عشان المجتمعات بتبقى ضخمة ومحدش يعرف النسبة كام بالظبط جواها، فبتكسر الادعاءات حواليها. فعشان نتأكد من صحة أو عدم صحة الادعاء ده، تم أخذ عينة من 120 شركة، يبقى نون ب120. فلقينا إن في 90 شركة لا تلتزم بمعيار الإفصاح المحاسبي، فهل نقبل ادعاء مكتب المراجعة في هذا الشأن؟ نتأمل كويس كده في كلمات التمرين. أنت خدت عينة من 120 لقيت جواهم 90 ما بيلتزموش بالمعيار، تعرف تجيب نسبة الشركات التي لا تلتزم بالمعيار؟ تقول لي اقسم 90 على 120، عملية بسيطة قوي. النسبة اللي انت هتجيبها دي يطلق عليها اسم النسبة في العينة، هتبقى ليها رمز تاني غير اللام، مفروض ان هي لام وعليها من فوق هات. تعال نشوف الكلام ده في الجدول اللي قدامنا. بالنسبة لبيانات المجتمع اللي ظهرت قبل كلمة سحبت عينة، كانت عبارة عن نسبة المجتمع اللي هي 80%. بالنسبة لبيانات العينة اللي ظهرت بعد كلمة سحبت عينة أثناء ما كنا بنقرأ المسألة، حجم العينة 120 والنسبة فيها 90 على 120. هنا النسبة المفروض اسمها لام هات، بس العلامة اترحلت وجت عند 90 اهي. الهات انتوا عارفينها اللي بتبقى عاملة زي 8 كده، فممكن احطها معاكم كده وانتوا معايا دلوقتي. لو حطينا فوق اللام دي الرمز بتاع المقدرة،
النسبة لام هات طلع 75%، يبقى انت كده بقى معاك في المسألة نسبتين، نسبة مجتمع ونسبة عينة. تعال بقى نعمل الاربع خطوات المعروفين بتوع الفروض. اول خطوة نحط الفروض. الفرد الاصلي بكتب جواه دايما الرموز بتاعة المجتمع، ما احطش في الفرد الاصلي ولا الفرد البديل اي رموز من رموز العينة، دايما بتعمل برموز المجتمع. فبقول له لام تساوي 80%، الفرد البديل لام لا تساوي 80%، اختبار جانبين. ايه اللي عرفني؟ لان مطلوب المسألة ما ذكرش فيه كلمة اقل من ولا اكتر من، فطالما ما اتذكرش كلمة اقل من ولا اكتر من فانا على طول بفترض انه جانبين. معامل الثقة 95 اللي هو بيقابل مستوى معنوية 5%. تعالى نشوف الخطوة اللي بعد كده، حساب قيمة الاختبار. انت عندك القانون بتاع يه دوت، مش هكلفك بحفظه لان انا هارفق مع ورقة الاسئلة ورقة فيها الصيغ المختلفة وانت تختار منها الصيغة اللي تناسب المسألة. القانون بيقول لك يه المحسوبة بتساوي لام المقدرة ناقص لام على الجذر التربيعي بتاع لام بتاع لام في واحد ناقص لام على نون. نقرأ القانون تاني. لما ابص القانون من فوق الاقي فرق بين نسبة العينة ونسبة المجتمع، لام المقدرة ناقص لام. لما اشوف تحت الجذر الاقي لام في مكملتها على نون. طب تعال نعوض عن لام المقدرة ب 75%، بعد كده ناقص لام الحقيقية 80% او لام بتاعة الادعاء، وعلى الجذر بتاع 80% في 20% اللي هي المكملة بتاعتها على نون ب 120. اما ادخل الحاجات دي على الآلة يطلع لي الناتج سالب 1.35%. المفروض ان بقي لي خطوة واحدة اللي هي خطوة الرسم واتخاذ القرار. فبقول له الاختبار ده جانبين، يبقى ايه ب 1.96، الاختبار ده جانبين الالفا بتاعته 5%، فبعمل الرسمة واحط عليها القيم الجدولية 1.96 وسالب 1.96، وابدأ ادور على ايه المحسوبة اشوفها تقع في انه مكان. هل تقع بين 1.96 1.96 بالسالب، ولا هتخرج في منطقة الرفض؟ تعال ندور على السالب 1.35%، هكتشف ان هي تقع في منطقة القبول، بتقع قبل 1.96 السالبة. فبما انها وقعت في القبول بالتالي هنقبل الفرد الاصلي ونرفض البديل، يعني النسبة في المجتمع 80%، ويمكن القول بان احنا هنقبل ادعاء الشركة عن مدى عدم التزام بهذا المعيار. ده مثال بسيط على اختبار النسبة. تعال الملخص ده هيريحك جدا. الملخص ده بيقول لك احنا بنلخص بيانات المسألة في جزئين، جزء قبل كلمة سحبت عينة ودي اسمها بيانات المجتمع، وجزء بعد سحبت عينة فده بيبقى بيانات عينة. تاني ملحوظة تاخد بالك منها ان الفرد الاصلي دايما بيتكتب باللام، يعني بيتكتب برموز المجتمع، لام تساوي كذا في المية اللي هي نسبة الصفة في المجتمع. اما الفرد البديل بيتحدد من صيغة السؤال. لو السؤال فيه كلمة يختلف او كلمة لا يساوي او كلمة يتغير عن نسبة معينة فالفرد البديل بيتكتب لام لا تساوي. اما لو ظهر في صيغة السؤال في المطلوب بتاع المسألة كلمة اكبر من او كلمة يزيد عن او كلمة يفوق عن نسبة معينة، في الحالة دي بيبقى الفرد البديل شكله كده لام اكبر من. اما لو ظهر في المسألة في المطلوب بتاعها كلمة يقل عن او ينخفض عن نسبة معينة فالفرد البديل بيبقى لام اقل من هذه النسبة. ده بيترتب عليه انك تختار رسمة الجانبين ولا رسمة الجانب الواحد. بمعنى لو كان الفرد البديل في علامة لا يساوي فبيبقى اختبار جانبين، فبتبقى منطقة الرفض متوزعة على الديل دوت والديل دوت. اما لو كان جانب واحد بتاع اكبر فبظلل الجانب اليمين بس، لو جانب واحد اقل بظلل الجانب اليسار بس. تعال نشوف مع بعض مجموعة مسائل على الموضوع دوت. معانا مثال تاني على النسبة. يدعي احد الموردين لقطع الغيار للشركات العاملة في مجال البترول ان نسبة الوحدات السليمة في الشحنات 90%،
وللتحقق من صحة ادعاء المورد تم أخذ عينة من 200 وحدة من إحدى الشحنات، فوجد أن بها 160 وحدة سليمة. فهل يدل ذلك على انخفاض في نسبة الوحدات السليمة عن ادعاء المورد باحتمال 95%؟ احنا قرينا المسألة بسرعة. طب تعالى نفصل بيانات المجتمع عن بيانات العينة. يدعي أحد الموردين أن نسبة السليم 90% للادعاء ده عن الوحدات السليمة في الشحنة كلها، يعني في المجتمع. يبقى أنا معايا نسبة السليم 90% دي هفصلها، لأن دي قبل كلمة سحبت عينة. طب بيانات العينة بتظهر في المسألة بعد كلمة سحبت عينة. فبيقول لي للتحقق من صحة ادعاء المورد خدنا عينة من 200 وحدة، دي بتبقى حجم العينة نون، لقينا فيها 160 وحدة سليمة. فهل يدل ذلك على أن هناك انخفاض في نسبة الوحدات السليمة؟ لو أنا حبيت أجيب نسبة السليم في العينة أعمل إيه؟ أقسم 160 على 200، تطلع نسبة الوحدات السليمة في العينة 80%. يبقى أنت معاك دلوقتي نسبة السليم في المجتمع ونسبة السليم في العينة. تعالى نشوف بقى الاختبار المطلوب جانب ولا جانبين. بيقول لي هل يدل ذلك على أن هناك انخفاض؟ فلما يقول لي انخفاض أعرف إن ده جانب واحد، فأنا بحط الفرض البديل أحط فيه علامة أصغر من، عشان كلمة انخفاض تبقى أصغر من. بعد الخطوات بتاعتي، الخطوة الأولى بحط الفروض لام بتسعين في المية، لام أقل من 90% الفرض البديل. بعد كده معامل الثقة 95%، وبكده يبقى احنا قدرنا نحسم ان احنا هنمشي اختبار جانب واحد أيسر. الخطوة الثالثة في حل المسألة ان انا اروح اجيب يه المحسوبة. القانون بتاع يه المحسوبة لام المقدرة ناقص لام على الجذر التربيعي بتاع لام في مكملتها على نون. ابدأ اعوض عن لام المقدرة بتمانين من مية اللي هي نسبة السليم في العينة، ناقص لام 90% اللي هي الادعاء او نسبة السليم في المجتمع، على الجذر التربيعي بتاع 90% في مكملتها اللي هي 10%، وبنقسم على حجم العينة 200، يطلع الناتج سالب 4.7، سالب 4.7. بروح بعد كده للخطوة الأخيرة، الرسم واتخاذ القرار. بقول له احنا عندنا مستوى معنوية 5% والاختبار جانب واحد، يبقى ايه بواحد علامة 64% او واحد علامة 645 من 1000. فعشان الاختبار جانب ايسر هنديها اشارة سالبة، يبقى سالب 1.645 من 1000. هيجي بقى الدور على ان انا امسك القيمة المحسوبة سالب 4.7، اشوفها تقع في منطقة القبول ولا منطقة الرفض. فهلاقيها وقعت في منطقة الرفض، لان السالب 4.7 لو مشيت على المحور بالتدريج بتاعه هلاقيها اكتر من 1.6. فلما لقيتها تقع في الرفض بعمل تعليق صغير في نهاية المسألة، بقوله ان انا هرفض الفرض الاصلي واقبل البديل. يعني بالعربي النسبة في المجتمع اقل من 90%، وفي الحالة دي هرفض ادعاء المورد. بكده يبقى وصلنا لنهاية حل المثال ونهاية المحاضرة التانية في مجموعة مسائل على اختبار النسبة واختبار المتوسط، نشوفهم كده في الصفحة الجاية. اخيرا في مجموعة مسائل على اختبارات الفروض، بعضها خاص باختبارات المتوسط وبعضها خاص باختبارات النسبة. القيم الجدولية موجودة معاك تحت بتاعة التيه. المسائل دهيت اللي بعضكم يحب يتأكد من الحلول بتاعتها ويشوف نقط الضعف او الثغرات اللي فيها، ممكن يبعت على الجروب اللي احنا عاملينه يبعت لي الحل بتاعه. وتحياتي وشكرا.